السلام عليكم. فرحانة النهاردة مرتين، مرة طبعا عشان بقابل حضراتكم، والمرة التانية علشان ضيف اللي معايا دلوقتي في مقام أخويا، يعني زميل عزيز وفاضل، وفرحتي بشوفته النهاردة يعني مش عايزة أوصف لكم كبيرة قد إيه، لأن الحقيقة أنا شفته من حوالي كده سنة تقريبا، سنة ونص تقريبا، وكان الحقيقة قلبي موجوع عليه لأنه ما كانش في كامل صحته، كان عنده ابتلاء عظيم جدا، يعني ابتلاء لا ينجو منه أحد، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل طيبته وقلبه اللي مليان نور، وبفضل كمان عظمة السيدة العظيمة زوجته، عدى من المرض الوحش ده وبقى زي الفل، ومنورني ومشرفني النهاردة أخويا جمال يوسف. يا جمال عيني برد عليك. أنا مش عارف أقول لك إيه بعد الكلام الحلو ده والله. اسم الله عليك والله، لا يعني مش عايزة أقول لك أنا فرحانة بوجودك قد إيه، واسم الله عليك فرحانة بشوفتك، يعني ده خلاص جمال ده يعني رجع جمال القديم بتاعنا، أخونا اللي صحته فل الحمد لله. وعايزة أطمن منك أنت شخصيا بقى على نفسك، يعني طمني عليك عامل إيه دلوقتي؟ لا الحمد لله، فضل ونعمة من ربنا الحمد لله ما شاء الله. يعني بشكرك على المقدمة الجميلة دي، يعني والله ده أبسط من حقك وأقل من حقك. لا لا. والله يا جمال أنت حد يعني بالبلد كده، أنت بتاع ربنا، حد بتاع ربنا قوي، وعشان كده ربنا نجاك من يعني أنا مش عايز أقول لك الفترة اللي أنت كنت تعبان فيها، كلنا كانت إيدينا على قلبنا الحمد لله. وكنا بندعي لك والله، من يعني مش زمايلك بس، الناس كلها كانت بتدعي لك الحمد لله، وانك تعدي من هذه المحنه الصعبه وهذا الاختبار، فاظن ده يعني دليل محبه كبيره الحمد لله، ودليل من الدلائل التانيه للمحبه. انا شخصيا ما كنتش عارفه ان الناس بتحبك قوي قوي كده، الناس كلها بتدعي لك، فبتهيألي فتره المرض انت شفتها بشكل مختلف. طبعا احكي لي. يعني انا يعني كل ما افتكر يعني بنتي بقى بتوريني الفيديوهات والحاجات اللي كانت بتتجاب عليا وكده وبتاع، اقول الناس دي كانت تعرفني فعلا، انا كنت حاسس ان انا ممثل، يعني ما حدش يعرفني غير مراتي وبتشبه عليا كمان. لا سمح الله. فلا كنت يعني كانت تجربه صعبه جدا جدا. مش هنتكلم عن المحن او الدروس الصعبه اللي انت اتعلمتها، لكن الحاجات اللي انت شايفها خير في اصابتك بمرض السرطان والعياذ بالله، خلاني ابص للحياه بشكل تاني خالص عن الاول، يعني بقيت اهدى بكتير. الاول بقى كنت عايز اجري واشتغل واعمل وبتاع، لا رزق هيجيني، يعني في اكتر بقى من ان انا كنت يعني رايح، يعني خلاص انا كنت يعني بقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، فان انا ارجع اقف تاني على رجلي واشتغل ويعني واعرف اخش الحمام واعرف اكل بقي واعرف اشرب كوبايه ميه. هي كانت وصل ان انت ما بتعرفش تاكل؟ لا انا ما اكلتش لمده 8 شهور، كنت باخد الاكل من صدري محاليل 8 شهور او 9 شهور، ميه ما اعرفش اشرب كوبايه ميه، يعني كنت والله يا حنان حتى لما كانت بتوديني عشان اعمل جلسه الاشعاع وكده، والاقي مثلا واحد قاعد في الشارع كده غلبان ويعني يعني بيشحت مثلا يعني او حاجه، وهو قادر ان هو يشرب ميه انا مش قادر اشرب ميه. لا اله الا الله. الحمد لله. طب بما انك جبت سيره حنان، القمر 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 يعني ملامح وروح ودين الحمد لله. عايز اقول لك بالمناسبه انا بتفرج على كل الفيديوهات بتاعتها يا حنان، انا بحبك جدا وبستفيد جدا جدا من يعني من دينك العظيم وعلمك العظيم في الدين، ويا ربنا يجعل في ميزان حسناتك كل معلومه وانا في سني ده ما كنتش اعرفها وعرفتها من خلالك، فيعني انت معاك بركه الحمد لله. وهي انتوا هنا فين، في العمره ولا فين؟ احنا هنا في العمره. يا ما شاء الله. يا ما شاء الله. بس زعلان من هنا يا استاذ. زعلان منها؟ طبعا. لا 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 صاحبتي وعدتني وانا عيان، قالت لي خف بالسلامه عشان حنان بتدي دروس للروسيات وبتخليهم ان هم بتساعدهم ان هم يشيروا اسلامهم وكده يعني ما شاء الله. فوعدتني، لقيت بقى مره كده وانا في البيت بقى ولقيت حاجات بقى نجف منور داخل. قلت لها ايه ده؟ قالت لي بس انت قوم بالسلامه وانا اوعدك يعني هجوزك واحده منهم. رجعت في كلامها مش عارف يا ريت ابو عبد الرحمن ما يكونش بيتفرج يقول لي خليني يا صاحب جمال عشان لا وهي تقدر تستغنى عنك ده كلام لا بس لا كده. ولا انا اقدر استغنى عنك طبعا أبدا. لا ده انت 25 سنه دلوقتي يا ما شاء الله، مش المفروض اطلع بقى لا ربع المده
دي نور عينك، دي هي اللي محليه ايامك. ايوه طبعا. والولاد كلمني طبعًا. عن الولاد يا حبايبي، كانوا نفسيا طبعا. سلمى نفسه اتخرجت من تجاره انجليش ما شاء الله، واحمد دلوقتي فوكس بولر مع السينما قسم تصوير هو، الله اكبر، ومحمد بيلعب في ناشئين فيوتشر، كان في ناشئين امبي وبعدين راح فيوتشر، الحمد لله يعني، وربنا مراضيني فيهم. ربنا يرضيك دايما ومراضيك في حب الناس ليك كمان انت يعني. وبعدين بقى تخيلي مثلا محمد الصغير ده، يعني انا اقعد ابص له كده ساعات اقول ايه ده الواد ده انا ما دلعتوش ولا شلته، ده هو اللي شالني يا حبيبي. يعني هو على طول انا كنت تعبان، يعني لما ابتدى يبقى يعني حس بالدنيا. هو الحقيقه ده الابن البار باهله يعني، لما يكون في ثلاثة زي حبيبتك بتربيهم فيعني هتنتظر ايه غير ان هم يشيلوا ابوهم حبيبهم يعني. طب نتكلم في الحاجات بقى، ايه الدنيا بقى الفن. هل انت شايف ان انت يعني الادوار اللي بتجيلك هي دي حدود امكانياتك، ولا انت فعلا تستاهل اكتر من كده بكتير؟ والله هو يعني نفسي اعمل اكتر من كده، وعندي الامكانيات انا يعني متهيئ لنفسي. لا واحنا شايفين يعني انا اعمل اكتر من كده، بس انا عرض وطلب. انت بتشتغل في الوقت في مسلسل حضرة العمدة تأليف الاستاذ ابراهيم عيسى. ايوه. واخراج الاستاذ عادل اديب. ايوه. كلمني طيب بقى عن العمل ده. انا الاستاذ عادل اديب ده من المخرجين يعني، والله اللي انا يعني سعدت جدا ان انا اشتغلت معاه. بني ادم بني ادم وفنان ومخرج، وبتعامل مع الممثل بشكل مختلف تماما، يعني زي المدرسه بتاعتنا، زي المخرجين اللي احنا اشتغلنا معاهم. عادل من جيلنا يعني. وراجل محترم جدا جدا وفاضل. وبعدين ده ابن مين؟ ابن عبد الحي اديب. عبد الحي اديب يعني. ايوه صح. ومعايا طبعا وفاء عامر حبيبتك جميله، اختي والله يعني. امانه تسلم لي على وفاء، انا بقالي كتير قوي مشفتهاش. انا مهما اقول عنها مش عارفه ودي حقها والله. جميله وفاء وجدعه وبنت بلد وصاحبه صاحبها. وبعدين اقول لك، انا بتصل بزمايل ليا كانوا موجودين معانا في الشغلانه وتوفوا يعني، وبعدين اقول لهم طب مين اللي بيسال عليكم؟ يقولوا لي وفاء عامر، بتتابعنا باستمرار وكده. لا لا لا، وفاء يعني انسانه جميله جدا، ربنا يكرمها في ابنها يا رب ويدي لها الصحه والعافيه. ومعايا روبي، انا اول مره اشتغل معايا، انسانه جميله جدا جدا يعني. روبي انا بحبها قوي، بنوته نغشه كده وروحها حلوه في الشغل يعني. الاستاذ صلاح عبد الله طبعا يا حبيبي، ده عمنا طبعا. ده ايه ده؟ ده انت محظوظ بقى. ومغني. عم صلاح ده من ارقى البشر في الحياه ومن اطيبهم. هو وشه في نور كده، وشه في نور يعني بتاع ربنا، هو كمان زي حالاتك كده والله. ويسال علينا يعني مش عايزه اقول لك، لو سمع ان انا مثلا تعبانه الاقي صلاح بيكلمني. يسأل عيد ميلادي الاقيه بيكلمني يسأل. حبيبي ربنا يديله الصحة والعافية. آمين يا رب. آمين. بنحبك كلنا يعني. بنحبك كلنا يعني. طبعا طبعا. ومحمود مع مغني برضو معانا. مغني كمان جميل. جميل. لا بصراحة قصته كله كويس بأبانا يعني. ظروف ترشيحك للدور جات ازاي يعني؟ والله أنا كنت، لأن برضو أنت جيت فترة، وحتى بعد ما تعافيت الناس كان عندها شك إن لسه أنت هتشتغل ولا مش هشتغل. برضو دي كانت مسألة معطلة يعني. وكانوا برضو بيقولوا لي طب انت قادر تقعد يعني؟ يا جماعة تعاملوا معايا عادي، انا بشتغل عادي يعني، مفيش حاجة يعني. كنت بمول بنزين، لقيت الاستاذ عادل اديب بيكلمني. الله. بيقول لي انت فاضي؟ قلت له انا دلوقتي في البنزينة. فاضي امتى؟ قال لي يعني فاضي تجيلي دلوقتي؟ قلت له اجي لحضرتك دلوقتي. كانت حنان بعتني اجيب خضار وحاجات مني. ايه ده انت بتجيب خضار؟ والله. طب نتكلم بعد كل حاجة بجيبها في البيت، كل حاجة انا اللي بجيبها. ما شاء الله. فلقيته بقى قال لي طب تعالى لي المكتب. فروحت عند الاستاذ ريمون مقار والاستاذ محمد محمود عبد العزيز، ولما مضيت العقد واتفقت معاهم يعني واشتغلت. الحمد لله. الحمد لله. ومفيش حاجه ثانيه؟ لا والله. لا ان شاء الله هيبقى فيه كتير. ان شاء الله هيبقى والله كتير. انا يعني اللي ربنا بيبعته انا ببقى راضي بيه، ان بعت ابتلاء راضي بيه، بعت شغل راضي بيه. انا بقول لك شفت تجربه، كنت الاول نفسي ان انا مثلا اكلم المخرج ده واشتغل مع ده واشتغل مع ده واشتغل في كل، لا 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 خلاص، انا هيجي لي رزقي يعني غصب عن اي حد طالما ربنا اراد كده يعني. طب جمال، انا عارفه ان يعني انت زي حالتنا يعني، احنا ما احناش اثرياء يعني، الظروف الحمد لله مستوره الحمد لله كله، بس ما احناش محوشين. ايوه يعني مش اللي هو ايه يعني، اللي بيجي ساتر الحمد لله، بس اللي بيجي وبيروح. والمرض اللي كان عندك، انا عارفه ان انت صرفت اللي وراك واللي قدامك واللي جنبك واللي شمالك ويمينك
وانا عارفه طبعا النقابه برضو اكيد ساعدت طبعا, طبعًا يعني طبعًا دكتور اشرف ساعد طبعًا, طبعا ما بيتاخرش, لكن انت خرجت من المرض ده يعني مش عيب اقول انت يعني على البلاطه. طب ايه بقى الدنيا, الدنيا وقفت ازاي تاني؟ طب انا اني احسن لي بقى البلاطه ولا خرجت بثلاث رجاله, بنتي واولادي الاثنين وزوجه يعني حبها يعني بقى كنت الاول بحبها طبعا بس حبيتها ومعزتها زادت عني اضعاف الاضعاف, هعمل ايه بالفلوس؟ خرجت بثلاث رجاله حسيت ان هم فعلا يعتمد عليهم, كانوا بيراعوا ابويا كمان قبل ما يتوفى. يعني ما كانش بتراعيني بس حنان, كان بتراعي ابويا كمان. ايوه ف ميزان حسنات. كسبت طبعا. عايز اقول لك على حاجه يعني معلومه مش عارفه اذا كانت يعني صح اني اقولها ولا لا, بس يعني هقولها. زوجتك في عز الازمه كانت بترفض اي مساعده من اي نوع تماما. مهما بقى في الحاح ما في لا لا. طب على سبيل السلف كانت كل الجمله اللي في مسطوره. ايوه وانا عارفه ان يعني طبعا مسطوره ربنا يسترك دايما, انا عارفه ان العلاج غالي جدا ومكلف للغايه ومجهد للناس, بقول لك اللي يعني محوشين. لكن الست دي كانت من عزه النفس بحيث انها لم تقبل من مخلوق حقيقي والله مليم او يعني مش عايزه اقول اسامي بس حتى كمان لا يعني كل الوسط الفني وانت كمان عرفتي عليها. لا سمح الله, لا بس هي لا حنان يعني حافظت عليا وانا عيان وعلى كرامتك يعني وخلتك يعني مناخيرك في السماء زي ما انت طول عمرك. الحمد لله والله. وبعدين عمرها بامانه ما حسيتني يا مثلا انا شغال او مش شغال, انها ليها متطلبات بامانه. مش بقول كده عشان هي مراتي وعشان الظروف اللي مريت بيها, لا انت بتقول كده عشان الناس تقتدي, عشان هي دي الحقيقه يعني. لا عشان كل يعني كل البنات البلد اللي شايفيننا وكل البنات الصغيرين لسه متجوزين وكل السيدات اللي في سننا لما يسمعوا العظمه اللي مراتك عملتها في شدتك يعني يقلدوها. يعني احكي زي ما انت عايز عن حنان. كنت ساعات كتير قوي اطلب منها اخش المستشفى, يعني كنت ببقى خلاص ميت يعني مش قادر. هي تقول لي لا انا مش هخدموك في المستشفى زيي, وتخرجني وهي اللي تخدمني, وهي صعبانه عليا يعني. برضو كانت بتراعيني وبتراعي بابايا, فبرضو احنا الاثنين واحنا اللي. وبعدين والدي لفتره كبيره ما كانش عارف ان انا عيان حبيبي, هو عارف من التلفزيون بس كان زعلان بقى ان انا مثلا مش بسال عليه ومش بروح له وكده, وهي كانت بتقول له مسافر عشان ما تتعبهوش. يعني والدي ده بقى قصه حب تانية يعني. امي ميته من واحنا اطفال من وانا طفل, وهو ربنا وفضل يخدمنا يعمل لي كل حاجه. والدي ده الله يرحمه كان حاجه عظيمه بالنسبه لي. ايه العيله الحلوه دي؟ اهو لا اتجوز بقى روسيات ولا اتجوز ولا اي حاجه والله. امي ماتت وعنده 43 سنه صغير جدا وما اتجوز, ومات وهو عنده 89 سنه يا حبيبي. كل ده يعني 50 سنه تقريبا. وهو اللي علم حنان الطبيخ, هو اللي علمها ازاي تعمل الاكل وكده وبتاع. لا ندوق بقى لا ندوق ونعرف. لا علمها والله كويس جدا, هو كان طباخ ماهر. الله يرحمه يا سيدي. الله يرحمه يا سيدي. انا عايز اعرف احنا فاصل وهنرجع تاني ولا طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع جمال. ورجعنا تاني لاخويا وضيفي الكريم جمال يوسف. وفي الفاصل قبل يعني في الفاصل بقوله طب نتكلم بقى على ايه لما نرجع, قال لي نتكلم برضه عن حنان فكده انا خايفه يعني تحسد ولا حاجه. لا هي وعداني في صينيه كنافه النهارده لو اتكلمنا. رشوه يعني. طيب يا سيدي انت سعيد قوي طول ما انت بتتكلم عن حبيبتك. طبعا وبتتكلم عليها بمنتهى الامتنان. ولسه كنت بتقول لي يا نشوه بقول لك يعني ما شاء الله ربنا يا رب يخليها لك. فقلت لها نفسي تعمل عمره, نفسي خليها تعمل عمره. واتكلمنا الاسعار العمره غاليه قوي جمال. ايوه طبعا صعب. ومين عارف ربنا يا رب يرزقها الخير كله ويرزقك الخير عشان نفسي والله تطلعها يعني عمره, اعمل لها كل حاجه حلوه. حنان انا مش بتعامل معاها انها مراتي, انا بتعامل ان انا ولد رابع من ولادها, وهي بتتعامل معايا كده ان انا انها امي ليا. وهي فعلا والله بكلم مش بتكلم كده, هي بني ادمه احسن حاجه انا عملتها في حياتي, احسن حاجه. انت اتجوزت ازاي؟
والله يا حمام ما كانتش زميله ولا حاجه. لا لا خالص، كانت جارتي، كانت جاره وشفتها مرتين بنت ثلاثه، بنت الجيران بقى وكده. لكن ما كانش تعلق بيها جامد وانا بتجوزها. سبحان الله. والله، وكنت اقول ايه ده، طب انا يعني هتجوز كده من غير حب اللي بشوفه مثلا زي الافلام والمسلسلات اللي بيعملها؟ لا لا لا، كان اختيار موفق مني. هو الحب بيبان في الشده وفي السنده والعشره. 25 سنه الوقت انا العشره متجوز. 25 سنه مرت علينا ظروف كتيره جدا، وقفت جنبي ظهر بظهر، يعني اتحملنا حاجات كتيره جدا لغايه لما وصلنا اولادنا لبر الامان ما شاء الله. لا لا، ولسه الباقي برضو، هي برضو معايا دايما. معاك يا حبيبي. يعني وربنا يكرمكم مع بعض دايما. طب الناس اللي تقول ايه للناس اللي بتتجوز وبعد فتره كده يبقوا بينفصلوا مثلا، او يبقوا ما فيش مشاعر زي الاول، او ده بيحصل ليه؟ الفتور ده بيحصل ليه؟ العيب منهم هما الاثنين، من الاثنين. من الاثنين طبعا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا راجل يعني مش ببص برضه على ستات، اكيد ببص، بس عندي فرامل، يعني عندي حاجة توقفني. أي راجل بيبص على أي ست يعني، بس أنا لما أقعد بيني وبين نفسي كده وأفكر عن الست اللي أنا ببص عليها دي وعلى حنان، هي هتعمل اللي بتعمله حنان؟ لا لا. أنا حنان بعد ما يعني بعد العمر اللي إحنا قضيناه كمان، ما بقناش بقى اتنين بيحبوا بعض بس، بقينا أصحاب. يعني أنا ما أعرفش أتكلم، أنا أول ما أخش البيت فين مامي؟ زي الولاد بالظبط. أيوه. أسأل عليها والله، ولو هي مش في البيت أعمل 100 مشكلة عشان هي الولاد يكلموا لها ده بابي عايزك مثلا وكده. ايوه انت فين؟ لا يا حنان خليكي في البيت من فضلك، مش عايزه والله نكد. نفسي العيال. لا مش عايزه نكد. طب انا اقول لك على حاجه، لما بيبقى عندي مثلا انا يعني بيبقى عندي في حضره العم ده بيبقى افطار. ايوه. ما اعرفش افطر في المدينه، اروح وارجع تاني. يا نهار ابيض على الشحططه. انت ساكن في المعادي؟ في المعادي. طب لا ايه ده؟ لا يا حنان خليه يفطر بقى في المدينه. لا انا اللي ما برضاش، هي بتقول لي كده والله، بس انا لا يعني انا متعلق بالولاد. ربنا يا رب ما يحرمكم من بعض ابدا. وربنا ما يحرمنا من طلتك الطيبة دي، ويديلك الصحة والعافية يا رب يا جمال، ويخلي لك ولادك ويكرمك يا حنان ويكتر من أمثالك. وأنا بحبك جدا جدا، وانت عارفة. ربنا يسعدك يا حبيبتي. للأسف الفقرة خلصت يا جمال، بس أنا مبسوطة أنا شفتك. أنا اللي سعيد جدا يعني جداً. ما بنتقابلش إحنا غير في الصدف يعني، مع إننا كنا بنتقابل كتير زمان. فاكرة ولا ناسية؟ فاكرة أتكلم ولا بلاش أتكلم؟ لا فاكرة. أيوة ما كنا بنشتغل بقى إحنا خلاص. لا لا، دي أنت أستاذة كبيرة. الله يخليك. وهم اللي خسرانين. لا مش مشكلة. والله العظيم هم اللي خسرانين. يا سيدي ربنا أنت وهبة توفيق. هبة توفيق. والابن عبد العزيز ومجموعة ناس والله العظيم، وأشرف أمين صالح وشيف عواد، ناس كتيرة جدا ممثلين كبار. يلا هنتقابل ان شاء الله في شغل كويس، وكتر خيرك وشرفتني وانستني، ويا رب اشوفك دايما كده منور الدنيا. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. الله اكرم يا حبيبي. هنطلع دلوقتي لتقرير شركه من اهم شركات وتجاره وتصنيع الذهب، ماستر جولد ايجيبت. الشركه دي الحقيقه قررت كده انها تفرح المصريين، فقالت لي يا نشوى خدي بعضك وانزلي الشارع، واي حد من اخواتنا المصريين تقابليه تساليه سؤال يجاوب عليه اديله سبيكه ذهب. وقد كان عملنا كده. فانا قلت لهم طيب واخواتنا اللي في البيوت نعمل معاهم ايه؟ قالوا لي هم كمان هينزلوا الابلكيشن بتاع ماستر جولد ايجيبت، ينزلوه من على الجوجل بلاي او الاب ستور، ويجاوبوا على السؤال وينزلوا بياناتهم، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا سعداء حظ، وباذن الله يحصلوا على سبايك ذهب. نزلت بقى الشارع وانبسطت قوي قوي في الشارع، يعني انبسطت جدا يا جمال والله، وانا بوزع كده بسال اسئله وبوزع السبايك. وانتوا كمان ان شاء الله لما تشوفوا التقرير هتنبسطوا معانا، وهنشوف تقرير دلوقتي هتنبسطوا جدا جدا جدا. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. سبيكه دهب اهي. شكر جدا، جزاكم الله خير. الله يسعدك. الله يسعدك. الفرحة اللي ماستر جولد ايجيبت يعني بتحاول تفرح بيها الناس، يا رب يسعدهم بقدر السعادة اللي بيدخلوها على قلوب الناس المصريين. سعيدة جدا جدا ان ماستر جولد ايجيبت اختصوني واختصوا البرنامج بتاعي، ان من خلاله نقدر نفرح ولو عدد صغير، ويا رب مصر كلها تفرح. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله هنقابل تاني ناس تانيين ونفرحهم تاني.
بكل هدايا ماستر جولد ايجيبت. مش بس الناس اللي هنقابلهم في الشارع، لا كمان هنفرح الناس اللي في البيوت. هنقول سؤال وباذن الله لما يجاوبوا عليه ان شاء الله يكسبوا هدايا ذهب من ماستر جولد ايجيبت. كم واحد بقى هيكسب؟ حسب شطارتكم. يا رب كل الناس تكسب. واحنا ماشيين قابلنا كده بنتين حلوين من بنات مصر الحلوين، هنسألهم أسئلة ولو جاوبوا صح هياخدوا الجايزة، ما جاوبوش صح هم حرين بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ طب أبوس. اهلا 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 اهلا. عاملين ايه؟ يا اهلا وسهلا يا حبيبي، ازي صحتك؟ عامل ايه؟ ازي اخبارك؟ الله يسعدك. ما تقعدوني طب وسطكم يا بنات، يا بنات يا حلوين اقعدي. عاملين ايه؟ الحمد لله. ان شاء الله تروح لوين؟ اسمك ايه؟ سلام. اسمي ندى. ندى اسمك حلو قوي. واسمك ايه؟ جيهان. جيهان؟ ايه الاسامي الحلوه دي؟ انتوا اخوات طبعا. اخوات ولا ايه؟ اسم الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه الحلوه دي؟ ايه الحلوه دي؟ ده انتي كبرتي ماما خالص. طيب في شركه، يا اهلا وسهلا. طب انت تقرب لهم ايه؟ مراتي وبنتي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم. طيب انا دلوقتي في شركه اسمها ماستر جولد ايجيبت. ماستر جولد ايجيبت عايزه تفرح كل المصريين، فقالت لي يا نشوى انزلي خدي بعضك كده وامشي يعني في الشارع كده، ولما تلاقي امرايه حلوه كده زي بنتي الحلوه دي. انت اسمك قلتي لي ايه؟ ندى. لما تلاقي كده اموره حلوه زي ندى تساليها سؤال، لو ندى جاوبت على السؤال صح نديها الجايزه، لو ما جاوبتش على السؤال صح هقوم امشي. الله يصلح حالك. اهو يعني ايه بقى؟ انت دراستك ايه ولا؟ انا معايا ثانويه عامه. اللهم صل. شاطره ولا ايه حكايتك؟ يعني نص نص. الحمد لله. شكلها نص نص. طيب هسألك سؤال صعب واعتقد يعني ايه مش هتعرفي تجاوبيه. هتعرفي ولا مش؟ طب لو خدتي جايزه هتديها لمين؟ اول حاجه طبعا ماما وبابا، وهكمل بيها بقيه علاجي ان شاء الله. انت ايه تعبانه؟ عندك ايه؟ اربع عمليات. انا عندي لمفيديما. عندك ايه؟ لمفيديما. اللي هي عندي مرض الفيل اللي هو بيبقى تضخم في الرجل. اسم الله عليك. اسم الله عليك. هسألك سؤال صعب موت بقى، سؤال ما يعني مش هتعرفي تجاوبيه. قولي لي يا ستي الثانوية العامة كام سنة؟ ثلاثة طبعا. جاوبنا اهو، جاوبنا اهو. طب اصعب سؤال اكتر، طب المرحلة الابتدائية كام سنة؟ ست سنين. ست. لا هنسقف بقى، نسقف لندى. طيب بصي يا ندى، شركة ماستر جولد بتقدم لك الهدية دي، عبارة عن سبيكة ذهب اهي. اهي سبيكه ذهب اهي، اتفضلي. ما شاء الله. ودي الفاتوره بتاعتها علشان يعني لو عايزه تبيعيها او حاجه، ف ويا رب تكوني فرحانه. اكيد طبعا انا فرحانه ان انا شفت حضرتك من غير اي حاجه والله. انا فرحانه وبشكر ماستر جولد ايجيبت، شكرا ليكم، لان والله العظيم الفرحه اللي بشوفها في عينين اخواتي كده الحلوين المصريين الامامير دول بتفرحني وبتخليني مزقططه وحين عليا ازغرط. ما فيهم زغرط احنا الثلاثه. يلا ونشوف. استنى انت الحكم، هنشوف مين. لا انت الحكم، هتشوف مين زغروطه اطول. بس استنى ما اخد نفس، خايبانه هاخد منك الجايزه تاني. يلا واحد اثنين. ماستر جولد ايجيبت، لحظات تتائل بالذهب.
ناخد بقى نفسنا كده من الجري في الدنيا ومن التفكير في المشاغل بتاعة الحياة، ونبقى في معية ربنا الكام دقيقة اللي جايين دول. الفقرة الطيبة اللي بحس ان فيه رحمات بتتنزل علينا، لان فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. شرفتني يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله يخلي حضرتك. حضراتكم يعني معودنا نبتدي بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله بعد الصلاة على سيدنا النبي هنبتدي أسأل كده حضرتك يعني شوية أسئلة حقيقة ربنا يعني ينفع بيكم وبعلمكم الغزير، ونصلي على سيدنا النبي ونبتدي الفقره باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وسلم تسليما كثيرا حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد فرج هم المهمومين، ونفث كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصب الخير على الفقراء والمساكين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا، مؤسسة عمر بن عبد العزيز يعني لها أيدي كريمة في كل مناحي الخير لأهلنا الكرام المحتاجين، والحياة بفضل مجهودهم وبفضل تبرعات السادة المتقين المحسنين ما شاء الله تم إنجاز العديد من الأعمال الطيبة واللي كلها بتعود بالنفع على إخواتنا وأهلينا وعلى الوطن بشكل عام. من أهم الحاجات اللي الحقيقة يعني عايزين نتكلم فيها هي فكرة إعمار المساجد، وكنت عايزة أسأل حضرتك على فضل إعمار المساجد في الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والله سبحانه وتعالى حينما يصف إنسان بالإيمان فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى اختصه بهذه الرتبة، ورتبة الإيمان أرفع درجة من رتبة الإسلام. يعني هناك مسلم وهناك مؤمن ثم هناك محسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. طيب انت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اداك كده صك اسمه صك الايمان وضمانة الايمان، بماذا؟ باعمارك لبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. يعني تشوف مسجد من المساجد اللي محتاج اعادة ترميم زي مسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مثلا، الذي ترعاه مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، او مجمع التوحيد مثلا، وفي مساجد كثيرة جدا تحتاج إلى ذلك الخير وإلى هذه الأيادي البيضاء، يد الإنفاق ويد المعروف. وليعلم كل واحد منا أنه إذا اختاره الله سبحانه وتعالى لفعل صدقة في بيت من بيوت الله أن الله يحبه. تاني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، قال: إذا أحب الله عبدا عسله. إذا أحب الله عبدا إيه؟ عسله. يعني تقول ما أعسلك، فما تشوف الواحد كده ما شاء الله جميل أو طيب، كلامه طيب، لفظه طيب، مهندم، شكله محترم، بيتكلم بصوت خفيض، بيتكلم بعبارات لطيفة مع الناس، ليس فظا وليس فجا وليس مؤذيا للناس، فتقول ده حد طيب، حد جميل، مش كده ولا إيه؟ طبع. المؤمن إلف مؤتلف. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله.
فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. حد ممكن يقول: طيب ما هو أنا قدامي العمر كتير، لسه العمر طويل وأنا لسه صغير. وانت عرفت منين ان انت لسه صغير على الموت؟ ربنا يبارك في اعمار كل الناس رب. لكن انا بحط نفسي وبسأل نفسي كل يوم السؤال ده، ولو ما عملناش كده نبقى مش مؤمنين باليوم الاخر، مش مؤمنين بالموت. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه عليه وسلم كان دائما يقول للصحابة كده: اكثروا من ذكر هازم اللذات. ايه هو هازم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت، ذكر الموت. ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في عظيم إلا حقره. تدي خلي كل حاجة في نصبها، مش كده ولا ايه؟ تشوفش الحاجة بأكبر من حجمها. الله يفتح على حضرتك. واحد لما جيل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعد يقول: يا رسول الله، إني بنيت بيتا جديدا، أريدك أن تأتيني وتنظر هذا البيت. فسيدنا النبي تأخر مرة عن دعوته، مرة تانية، في الثالثة راح له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغل بالدنيا بشكل عجيب جدا، عمال يبص للمكان يقول: يا رسول الله، شوف الركن ده أنا عملته من كذا وكذا، الطوب ده أنا عملته من كذا، السقف ده أنا عملته من كذا، وفرحان قوي بالبيت. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إيه يا أخي، إن الأمر أقصر مما تتخيل. الأمر قصير جدا، كم من مبان بنيت ولم يسكنها الذين بنوها. مش كده ولا ايه؟ ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك. البيوت اللي احنا فيها دي كانت بيوت من قبلنا. طيب احساس حضرتك، نشوف تقرير ونرجع تاني للنقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. فنشوف التقرير بعد اذن حضراتكم ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى نسب هذه الأرض التي أقف عليها والتي ترونها الآن في موقع العمل، نسبها إلى ذاته. قال سبحانه وتعالى، هو أصدق من قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي حدث العالمين بهذه الآية المباركة. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله نسب البيوت، هذه البيوت، هذه المساجد إلى ذاته، وأخبرنا أن القرض يكون لذاته سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ منك، يأخذ منك ليربيها لك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها لك، فتجد الصدقة الصغيرة جبلا عظيما من الحسنات يوم القيامة، لأن الله هو الذي رباها لك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، حينما قدمنا إلى هذا المكان، إلى قرية أبو ستة أبو الهول، مركز صان الحجر، محافظة الشرقية، سألتهم: أين تصلون صلاة الجمعة؟ قالوا: في هذا المكان، بلا سقف، بلا غطاء على رؤوسهم، في الشمس حر، وفي الشتاء ربما المطر يصيبهم. نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام ربكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا. يا سلام لو جات لك نفحة من نفحات الله في هذه الأيام المباركات بصدقة. الصدقة تطفئ غضب الله، الصدقة يغفر الله بها الخطايا، الصدقة يشفي الله بها المرضى، الصدقة يفرج الله بها الكروب ويزيح بها الهموم. الصدقة هي بابك إلى جنة الله، يسير المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من أنفق وكل من تصدق. الأرقام على الشاشة قدام حضراتكم، ساهم وبسرعة ولا تؤخر ولا تسوف ولا يسول لك الشيطان تأخيرا، فإنه إذا ما نوى الإنسان صدقة فتح له الشيطان 70 بابا. فبادر واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا بعد ما شفنا التقرير وبحس مولانا ان هذا المسجد ينادينا ويلح علينا في نداء ان يلا انجزوني بسرعه. نعم. يلا علشان نفرح ربنا. يعني الله. اعتقد ان المساجد بما انها بيوت الله. نعم. فربنا يفرح. طبعا هو ربنا بيفرح بكل افعال الخير للعباد طبعا، لكن المساجد لها خصوصيه مرتبطه بانها بيت الله. الله اكبر. فربنا كانه بيختبرنا. نعم. هتتلكعوا ولا هننجز ان شاء الله هذا المسجد في اسرع وقت باذن الله. ان شاء الله ننجزه يا رب يا رب، وان شاء الله يكون خير كثير جدا باذن الله تبارك وتعالى، لان قلوب احبابنا اللي بيتابعونا دلوقتي قاعد دلوقتي ومشغل التلفزيون وشايف قناه تن الفضائيه، ربنا ينفع بهم ويكتب الخير والاجر لهم ان شاء الله. ما عملش كده صدفه استاذه نشوى، هو فعل ذلك بقدر الله. اللي قاعد من شويه وكان بيشوفنا واللي لسه قالب دلوقتي وبيشوفنا واللي بيسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، ربنا قال لنا ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. فجاه تلاقي قلبك رايح لمعروف معين، لفعل خير معين، مش بمزاجك. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فجاه تجد قلبك مقبل على فعل خير معين، وخاصة إذا كان هذا الأمر مما يكون له أجر عظيم في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة. وفرحة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينا فرحة عظيمة جدا. ليه؟ حد يقول لي طب هو أنا النهاردة لما ساهم في بيت من بيوت ربنا فرح سيدنا النبي؟ نعم. ليه؟ لأن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويرشدنا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومماتي خير لكم قال صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم. الله. يعني الملائكة بتنقل كل صحائف الأعمال إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الملائكة برضو حابة تفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إن فلان ابن فلان من أمتك الآن قدم خيرا في سبيل الله، قدم لله سبحانه وتعالى صدقة. وفي حاجة مولانا برضو جات في دماغي كده وحضرتك بتشرح لنا. نعم. لما سيدنا النبي انتقل من مكة إلى المدينة. نعم. أول فعل. نعم. هو أحسنتي. قرر أنه يفعله أو يعني يصنعه بناء المسجد. بناء مسجد. أحسنتي. ما قالش مثلا إيه طب أبني بيت الأول ليا أقعد فيه عشان أترستق كده، أو مثلا ما قالش إيه طب نبني كده مدرسة عشان نلم الناس فيها. ما قالش طب إيه اول حاجه نعملها نعمل كده مثلا مستشفى عشان. نعم. اول حاجه. نعم. هي بناء مسجد. نعم. ولو توقفت عند فكره انه ليه حضرته قرر يبني مسجد اول حاجه. نعم. يعني هل مثلا لان المسجد بيجتمع فيه كل الناس، فلو حد عيان هيعرفوا انه عيان فهيحاولوا يساعدوه، لو حد مثلا عنده مشكله الله الكل هيعرف مع بعضه مثلا. الله يفتح عليك. الله صح كده ولا انا بقول ايه؟ الله يفتح عليك فعلا. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان بالفعل يقف صلى الله عليه وسلم في القبله ليصلي، وهو وشه في القبله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بابي هو وامي، فكان يقول للصحابة أين فلان؟ فلان مكانه فاضي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله يعني ما لك قلت هذا وأنت لم تنظر؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أنه يرى من ظهره كما يرى من الله. وجهه صلى الله عليه وسلم. ودي مزية كانت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة عند أي حد. كما علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل اليوم في الصيام باليوم الآخر وثلاثة أيام دون أن يفطر صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تأسيا برسول الله راحوا يجروا قالوا يعني نعمل زي سيدنا النبي ونواصل. فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الله. فدي خصوصيات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا النبي اللي هو إمام الأمة وحبيب رب العالمين وخاتم النبيين والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أول حاجة يعملها في المدينة بناء المسجد، وأول مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بني في المدينة بني مسجد قباء، ثم بعد ذلك بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه سيدنا النبي بيعمل ده؟ عشان يعلم الأمة
أن الأمة صلاحها وفلاحها يبدأ من هذه المساجد. وذلك دائما أقول انظروا إلى المساجد ولا تحرموا أحدا منها. حتى الأطفال الصغار ما تجيش أنت كإمام مسجد تقول طلع الولد ده بر، ما تخليش الولد ده يدخل المسجد. والله إني رأيت رجلا مسنا عنده ما يزيد عن 60 سنة كان لا يدخل المسجد والمسجد جنب بيته، فبقول له ليه يا عم الحاج مش بتصلي؟ قال لي دخلت المسجد مرة وأنا صغير ومنه لله واحد خلاني واقف في الصف وقام ضربني وقال لي اطلع برا وما تجيش هنا تاني، اللي فكرهني في المسجد، لا إله إلا خلاني ما قربتش. قلت يا رب سبحان الله، يعني الراجل ده بقى ذنبه في رقبة هذا الذي آذاه ومنعه من المسجد. لا إله إلا الله. وإن كان يسأل عن الصلاة طبعا ما انكرش هو مسؤول، لكن أنا بقول يا جماعة الخير حببوا الأطفال في المساجد والأباء كمان الحقيقة طبعا. يعني أنا أشهد لجوزي إن أنه بياخد ابننا معاه من هو عنده 3 سنين ما شاء الله ويمكن ده من الأشياء اللي خلت عبد الرحمن الحمد لله يا رب يديمها نعمة يا رب لك الحمد، ما ينفعش يصلي على الأقل الجمعة غير في المسجد الله. يعني ويستاء جدا إذا مثلا قبل ما يتجوز قبل إذا صحيته متأخر يا ماما حرام عليكي الجمعة هتفوتني، فالفضل يرجع لأبوه الحقيقة ما شاء الله. وكل طبعا. أب طبعا. الحقيقة يعني دعوة لكل أب إن ياخد عياله في إيده. أحسنتي والله يا أستاذتنا، لأن ده بيبقى فعلا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الله تعالى يعني خلاص. والعادة لما بتتعلمها لابنك وهو طفل، فالمسجد إن ولادنا إحنا شايفين الدنيا يا فندم كمان بقت عاملة إزاي والسوشيال ميديا وصمات والفتن نعم. كتيرة جدا نعم. وأنا أكيد وحضراتكم ولادنا عندنا نور عينينا طبعا، ففكرة وجود مسجد وإن ابني يتعود يرتاد هذا المسجد الله. فده شيء بمناسبة ولا ناخد تقرير الأول يا ولاد؟ طب عايزين تقرير ولا إيه؟ طب أقول حاجة بسرعة، طيب هقول حاجة بسرعة. حضرتك كنت بتقول على الصحابي الجليل اللي عزم سيدنا النبي عشان يتفرج على بيته نعم. اللي كان معجب بيه قوي نعم. الأيام دي المناطق الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة يعني نعم. مليانة نعم. مصر نعم. فعايزة أقول رجاء لكل أخ أو أخت بيسمعوني بيبنوا بيت جديد ربنا يعينكم، فكرت تتبرع إذا مثلا هتجيب لبيتك 5 طن حديد، فكرت تتبرع بتمن نص طن علشان ربنا يملأ لك بيتك نور. الله أكبر. زي ما بتبني بيت لنفسك في الدنيا ما تبني بيت لنفسك في الآخرة. أحسنت. ويعني ده احنا بنصرف يعني على البنى يعني ملايين الأيام دي. أحسنت. فخلي نصيب وانت بتبني بيتك للمسجد من المساجد اللي مؤسسة عمر بن عبد العزيز بتشير إليها، نصيب 8 طن أسمنت وانت البيت بياخد 20-30 طن أسمنت ولا أكتر كمان أنا مش عارفة يعني، بس بياخد كتير. فخلي نصيب لمسجد من المساجد زي نصيب بيتك اللي بتبنيه وشوف البركة والنور الله. ويبقى كده ايه تعقد النية يا رب انا بتبرع للمسجد ده بطن الحديد ده علشان ربنا يعمر لي بيتي الله ويجعله أكبر. نور ويجعله بركة نعم. ويجعل نعم. عتبته عتبة خير الله أكبر. داخلين على اعياد وكلنا بعضنا بيجوز ولاده، حضراتكم عارفين انا بكلم طبعا بخاطب الفئة يعني القادرة من اخواتي، يعني حضرتك بتروح تحجز القاعة لابنك ولا لبنتك بأرقام فيها أصفار كتير علشان ربنا يبارك لابنك في حياته ويرزق الذرية الصالحة لما يدفعله 200-300 ألف كده في قاعة أو 8 ليلة فرح بالأكل بالحاجات بالكلام ده بالزينة بالكلام ده كله، من ال 200-300 ألف 10 آلاف ولا يعني ولا 20 ألف مش هيقللوا فلوسك خالص، يعني خلي بند من بند البوفيه يقل، بلاش فخدة خروف ولا بلاش فخدة مش عارفة ايه، وتبرع بجزء من فرح ابنك في بناء مسجد وشوف الخير اللي ربنا هيطرحه في حياتك طبعاً. وحياة ابنك ويرزق الذرية الصالحة بسرعة. فانا بقى ايه بلفت نظر كده اخواتي للحاجات البسيطة اللي احنا بنعملها بس لازم يبقى للمسجد نصيب فيها. بعد اذن حضراتكم اخواتي بيحبوني وان شاء الله مش هيخزلوني باذن الله، وكلنا هنتصل على الارقام دي نصور من بالموبايل ونعقد النية وانا بتبرع يا رب اطلب طلب من ربنا وانت بتتبرع الله. يعني ما انا اسفة يا مولانا طبعا. هل ده يعتبر يعني قلة ذوق مثلا؟ لا مش اشتراط خالص يعني لا خلي فيها نية. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حصنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، ايوة ما دي نية هي تمام. بنية الشفاء وبنية المغفرة وبنية قبول العمل ان شاء الله تمام. طب عشان تقرير وايدة يعني زعقاكي حضرتك وهي فوقني ومعها حق بقى. طيب هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا من قرية زنانيري مركز أولاد صقر محافظة الشرقية جينا إلى هنا لنشاهد هذه الرحمات وهذه البركات وهذه الفيوضات. منذ أن حلت أقدامنا في هذه الأرض المباركة بمسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جئنا لنجد الحفاوة، حفاوة الاستقبال وكرم الأخلاق ولطف العبارات، ونحن قد جئنا لنشاهد بفضل الله تبارك وتعالى على مدار 60 يوما فقط وجدنا ما يسر القلب ويشرح الصدر من تفاعلات حضراتكم ومتابعاتكم الطيبة وإنفاقاتكم المباركة. ارتفع البناء بفضل الله تبارك وتعالى ووضع الأثاث، ورأينا بفضل الله تبارك وتعالى كما قال الله في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، هنا أرض أذن الله أن ترفع جدرانها بيتا من بيوته، هنا نطفة من النور، هنا نطفة من البركة، تحل البركة هنا بفضل الله تبارك وتعالى. منذ أن كان هذا البناء وقد شاهدناه عبر لقاءات متعددة وقد تصدع البناء وقد تهدم جزء منه، رأيناه اليوم بفضل الله تبارك وتعالى بعد الإحلال وبعد رفع البناء وبعد الأساس، رأينا هذا المشهد الذي يسعد القلب ويشرح الصدر. هنا باب من أبواب الجنة مفتوح ينادي من يسارع إلى جنة ومغفرة، هنا رحمات الله وبركاته. إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذي النورين، سيدنا عثمان لما بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يتحدثون إن عثمان رفع بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل من يخاف ربنا سبحانه وتعالى في مقامه هنا أمانك من خوفك. مولانا أنا حاسة في صوتك وأنت بتدعو لاستكمال بناء هذا المسجد بحرقة كده، بتتكلم من قلبك جدا. نعم جدا. نعم الحقيقة ليس من رأى كمن سمع. اللي وقف على أرض المكان ده، المسجد ده كان مبني في الحقيقة وكان متهدم، وكنا نشوف الجدران بتاعته وهي متصدعة كنا بتتقطع قلوبنا. فلما رحنا وربنا سبحانه وتعالى من علينا بأهل الفضل اللي شايفيننا دلوقتي اللي بيتصدقوا وبيحبوا المساجد وبيحبوا عمارة المساجد، ومش بعيد نلاقي حد بيقول يا رب دلوقتي أنا معاك وأنا اللي هعمل السقف ده، يا رب ألاقي كده من السادة المشاهدين دلوقتي حد بيتصل بيقول يا جماعة أنا علي 10 طن حديد. تخيلي حضرتك المسجد ده 400 متر تقريبا، 400 متر دي يعني ما شاء الله يصلي فيه 1000 رجل وامرأة. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. وهو له أكثر من يعني من نشاط بفضل الله، نشاط طبي ونشاط تعليمي أيضا في المسجد. أنا يعني أتمنى والله ان انا يعني اقول ايه الاسبوع الجاي ده يجي ان شاء الله واحنا يا رب نكون بنصب السقف، ويا رب يقول للشيء يكون فيكون. يا رب الله. يا رب بكرمك علينا وحلمك ووجودك وانت الغني ونحن الفقراء، يلين قلوب العباد يا رب اجعل من قلوب الناس من كما قال الله سبحانه وتعالى في القران على اساس سيدنا ابراهيم: فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. يا رب برضو ربنا ان شاء الله يسخر قلوب طيبه تروح للمسجد ده ان شاء الله. واحنا بنقول الارقام موجوده. ايوه. واللي عاوز يروح يباشر بنفسه ويشرفنا هناك اهلا وسهلا نسعد بيه. يعني ان شاء الله هنتكلم تاني عن المساجد، بس انا عايز اتكلم برضو عن حاجه عظيمه جدا، كراتين رمضان. نعم. وفضل كراتين رمضان، وانا عارفه ان مؤسسه عمر بن عبد العزيز الحقيقه كان ليها يعني سابقه قبل رمضان ووزعت العديد والعديد من كراتين رمضان. نعم. ولسه محتاجين تاني.
لان رمضان لسه قدامنا طويل وطول العام احنا كمان نعمل اطعام كمان. نعم. فكلمنا برضو عن هذا النشاط في هذه المؤسسه الكريمه. سيدنا الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نام تدخلوا الجنه بسلام باذن الله. اربع حاجات سيدنا النبي قال عليهم اهو. مؤسسه سيدنا عمر بن عبد العزيز بتعمل حاجه جميله جدا من قبل رمضان، وهي كانت بتتجهز في الحقيقه، واحنا كنا بنزور المساجد المباركه دي فلقيناهم بيعملوا الكلام ده. طب يا جماعه انتوا، قال لك والله احنا بنحب الخير وبنحب نبدا بدري، وربنا سبحانه يخلف عليهم. وانا يمكن شفت قد ايه هم في نزاهه كده وفي جمال وفي اكرام وفي انعام في الاطعام بتاعهم، حاطين حاجات جميله جدا للفقراء. انت بتقولي حاطين مكسرات وحاطين ما شاء الله حلاوه بالمكسرات. انا يا جماعه هو ده الصح. ستنا السيده فاطمه والسيده عائشه لما كانوا يتصدقوا بصدقه كانوا بيعطروها، اجمل حاجه عندهم تطلع لله سبحانه وتعالى. ليه؟ قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. فانت لما تعطي اغني، ولما تعطي اعطي حاجه كويسه. ليه؟ لانك حينما تقصد بهذه وجه الله سبحانه وتعالى، الله يتلقاها منك بيمينه. الله، فشوف بقى تحط ايه في يمين الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فهنيئا لكل اللي يقدر الله يساهم ويدخل السرور على حد دلوقتي يكون محتاج، وكثير من الناس دلوقتي عندهم الحاجه ان شاء الله. الفقر. مش هندخل، والارقام قدامنا اهي نصورها بالموبايل، واللي عايز يتبرع بكرتونه 2 3 10 100 في ميزان حسناتكم. يا رب. وان الصدقه ما بتنقص ابدا اموال، أبداً. احنا اتعلمنا كده من حضراتكم. بتزيد طبعا. بشكر حضرتك جدا أنا يعني شرفتني وانستني. شكرا. للأسف الفقرة الطيبة دي خلصت، والحلقة كمان خلصت. استنوني دايما على قناة تن من 3 لـ4 وبنت البلد. سلام عليكم. السلام عليكم.